طيب بس خلينا ننتقل الى مباراه المريخ. المريخ السوداني واهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق المريخ السوداني. يعني ممكن قبل سريعا برضو نقاط القوه والضعف، بنحب ساعات نقول ارقام لان الارقام ساعات بتبقى ليها دلالات معينه. كابتن اسلام، يعني لو استعرضنا ان المريخ السوداني في دور المجموعات هو لعب ماتشين بس، الماتش الثالث مع النادي الاهلي، هو اتعادل في مباراه مع سان داونز بنقول على ملعبه في استاد السلام 0-0، وكسب المباراه الثانيه امام الهلال 2-1. المريخ بشكل عام قبل دور المجموعات هو بنقول لعب اربع مباريات ما بيكسبش خارج ملعبه، فدي برضو بيبقى ليها دلاله ان الفرقه لما بتلعب خارج ملعبها قدام جمهور ممكن الامور عندها بيبقى فيه مشاكل. قدام كان اكسبريس الاوغندي وزناكو الزامبي، سجلوا 6 اهداف واستقبلوا 3، فهم خارج ملعبهم دايما بيستقبلوا اهداف، ودي نقطه ايجابيه ممكن تكون لصالح النادي الاهلي ان شاء الله. حتى تاريخ المواجهات اللي بين الاهلي والمريخ التاريخ لصالح النادي الاهلي بشكل كبير جدا، 8 مباريات الاهلي والمريخ لعبوهم مع بعض افريقيا، النادي الاهلي كسب في 5، خسر مباراه وحيده، التعادل كان في مباراتين، النادي الاهلي سجل 16 هدف والمريخ سجل 7 اهداف. الاهلي ما خسرش تقريبا من المريخ في القاهره او في مصر اي مباراه، اخر مباراه كانت ما بين الاهلي والمريخ الاهلي قدر يكسب 3-0، كان برضه في مرحله المجموعات. اخر خساره طبعا نتمنى ان ما يبقاش في اي خساره، كانت امام المريخ في 2002 في اياب دور 16 كانت 3-1. فبنتكلم التاريخ والارقام وكل الحاجه هي في صالح النادي الاهلي ان شاء الله نستغلها، لان النادي الاهلي محتاج جدا الانتصار في مباراه المريخ السوداني. حان في نقاط القوه والضعف. نقاط القوه والضعف يا كابتن في المريخ، القوه المريخ لعب ماتشين، تعادل مع سان داونز اول ماتش، كسب الهلال تاني ماتش 2-0، اللي سجل الهدفين السماني الصاوي. اوكي، السماني الصاوي هو طرف يمين، ده يعتبر اقوى لاعب في الشق، اقوى لاعب في الفريق كله. السماني الصاوي دوت اللي معاه الكوره هو لاعب بيلعب في الطرف اليمين، دايما بيسحب نفسه ان هو يخش في العمق علشان يستقبل الكوره الثانيه وعلشان يقوم بدور المهاجم الثاني. هو لاعب بيعرف يشوط بشكل جيد جدا من خارج المنطقه، وبيعرف يلعب جوه الصندوق جيد. ده طرف يمين اللي معاه الكوره دلوقتي، ده السماني الصاوي، ده طرف يمين. كمل الهجمه، كمل، طلع هو الاسترايكر في ثانيه، سرق نفسه هو دوت، دخل جوه الصندوق، هياخد الكرة التانية، الكرة هتتلعب كروس، اترفعت الكرة كروس، ماشي الكرة شوية اهو، اتنقل بسرعة، دخل مهاجم تاني وهياخد الكرة التانية. سماني الصاوي ده اخطر لاعب في فريق المريخ، لاعب سريع بيتحول بشكل مهم جدا وبشكل سريع من الدفاع للهجوم، لاعب عنده 31 سنة تقريبا، بيعمل لهم شكل 31 هجومي. سنه 31 سنه بيعمل لهم شكل هجومي، هو اللي مسجل الجونين، هو مسجل الجونين يعتبر هداف الفريق. ولو اتفرجت على الماتش هو اللي مديهم شكل هجوم، هما بيجمعوا عليه اللعب، بيثقوا فيه جدا، تجميع اللعب كله في الطرف اليمين، هو دايما بيسلم وبيسحب نفسه يخش مهاجم تاني جوه الصندوق. ده الهدف التاني برضه في ماتش الهلال، نفس الفكره. بص هو بره، هو يا كابتن هو من المفترض فاتح في المساحه دي، في المساحه اللي هي في الطرف اليمين، سحب نفسه جه على الدايره عشان ياخد برده الكره الثانيه ويشوط بشكل مباشر يسجل الهدف الثاني. هو بيتحرك بشكل حلو قوي، استنى الكره اللي طالعه على الصندوق، فاحنا لازم ناخد بالنا منه. اي كره ثانيه لازم يبقى في لاعب مراقب السماني الصاوي، لان هو لاعب بيشوط بشكل جيد، هيسدد بشكل مباشر هيسجل الهدف الثاني لفريق الهلال. دي اهم نقطه قوه لفريق الهلال. لو نيجي نشوف ده طبعا شكل الفريق، هو بيلعب 4-2-3-1، شكل الفريق اهوت 4-2-3-1، بيلعب بشكل طبيعي جدا. لعب ماتش الهلال الشوط الاول كان بيضغط من قدام، الشوط الثاني تراجع لعب ميديم بلوك، كان بيلعب كونتر اتاك لانه كان كسبان فما كانش مضطر ان هو يضغط من قدام. نيجي نشوف دي برده شكل الفريق وهو بيهاجم 4-2-3-1 بشكل واضح جدا. هي الفكره كلها ان السماني الصاوي دوت سعد الدين بيسحب نفسه جوه شويه فيتحول لمهاجم ثاني ويعمل لهم كثافه جوه الصندوق. نيجي نشوف نقاط الضعف يا كابتن. اهم نقطه ضعف موجوده لفريق في فريق المريخ هي المساحه اللي موجوده دايما بين الخطوط. هو فريق سريع بيتحول بسرعه جدا، بس عنده مساحات دايما بين الخطوط، دايما هيكون عندك فرصه انك تستلم ما بين قلب الدفاع وخط الوسط. هو هنا الكره كانت اتلعبت، استلم ورا الثلاثه بتوع قلب الدفاع، هتلاقي الكره دي بتتكرر بشكل كتير قوي وعنده مساحه. بص الكره دي لو نقف عليها دي، بص كره في الطرف خط الوسط الثلاث، خط الدفاع كله بيضغط على حامل الكره، والديفندر ساحب نفسه جنب الطرف هناك هو تريح له هو، وهنا سايبين رقم 28 ده فاضي تماما مع المساحه مع كل حاجه يقدر يعمل فيها. في مباراه سان داونز كان عندهم نفس الفكره، اخطاء ويك سان داونز اللي ما استغلوش المساحات، بس عندهم مساحات، عندهم بين الخطوط مساحات، هنا طبعا فرصه هدف مؤكد وده ما حصلش. تاني نقطه ضعف موجوده بخيت عادل، رغم ان بخيت عادل دوت نقطه قوه، هو قوي جدا هجوميا
وبيشكل خطوره هجوميه الطرف الباك الباك الشمال، ولكن هو رمسي حد دايما بطيء قوي في ارتداده، ما بيطلع يعمل دور هجومي بيتاخر في ارتداده. هو ده يا كابتن اللي عليه العلامه دوت، هو ده الكره اتلعبت، هو ما يعني الكره دي هتوصل ان هي تروح وتشكل خطوره، هو لسه ما رجعش، هو اتاخر اصلا على الاثنين اللي راجعين يغطوا وراه اللي هم قدامه دول اللي هو ورا ده. نكمل الكوره، نكمل هجمه، هو لسه ما رجعش، هو لسه ورا، هو دوت الكوره اهي زي ما هي، هو لسه ما رجعش، هو بطيء جدا. الحاله دي متكرره كتير، ماتش سان داونز ماتش الهلال، بيطلع يعمل دور هجومي يتاخر ان هو ما يعملش يتاخر في الارتداد فيحصل مساحه نقدر نستغلها. الهدف بتاع الهلال نفس الفكره، نفس الفكره، نفس الفكره، هدف الهلال اتاخر في الارتداد، الكره اتلعبت بسرعه من 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 كورنر، الحارس لعب لونج بول طويل في المساحه بتاعته سجلوا منها هدف. عشان كده التحركات الهجوميه للنادي الاهلي في المباريات اللي هي في الدوري زي المقصه، زي فاركو في المباراه مهمه جدا كده زي سموحه الافريقيه، دي المباريات الافريقيه المريخ هو في نفس مستوى، لازم نقول هو في نفس مستوى الانديه دي، لانه فريق طبعا فريق صاحب تاريخ وفريق موجود في دور المجموعات دوري ابطال افريقيا، ولكن هم عندهم مشاكل دفاعيه واضحه جدا، واحنا السنه اللي فاتت شفناهم دفاعيا كان فريق متواضع جدا نقدر نستغله. السنه دي مختلفين الحقيقه، وجهه نظري ان هم السنه دي افضل، لان هم يعني هم المريخ، المريخ هم افضل طبعا. هو الفارق معاهم دلوقتي ان هم قاعدين معسكر هنا طويل جدا، طبعا طبعا ما انا بقول لك هو ده الفارق، كمان الجو افضل، الملعب اعتقد الملعب افضل طبعا، وريتمهم اسرع بكتير من السنه اللي فاتت. لا ما يميز، انا شايف ان هم الفتره دي افضل بكتير من الفترات اللي فاتت، والنادي الاهلي الفتره دي افضل كمان يا كابتن اسلام طبعا السنه اللي فاتت. فعشان كده نقدر نقول لا، ان النادي الاهلي ان شاء الله مباراه المريخ لازم ياخدها ان هي انطلاقه ليه في دور المجموعات، لان في ثلاث هنتكلم في المريخ، مباراتين هنا في مصر، وكمان مباراه الهلال، دول تسع نقط، تسع نقاط ما يعني ما فهمش هزار بالنسبه للنادي الاهلي، عشان خاطر الامور تبقى سهله، مش عايزين نخش في الحسابات المعقده يعني. يا رب ان شاء الله. انا بشكركم شكرا جزيلا يا ايمن، وبشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد، انا بشكركم شكرا جزيلا.